السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم ومتابعين أهلا بحضراتكم. النهارده هنتكلم عن فكرة جميلة جدا، استخدام اللمبة الليد واستخدام بطارية الموتوسيكل. الفكرة هي إن احنا ازاي نشحن بطارية الموتوسيكل في حالة مثلا البطارية نامت ومن الصعب إن أوصل لجهاز شحن البطارية، فاحنا محتاجين ممكن نصمم دايرة بسيطة جدا بحيث نشحن بها بطارية الموتوسيكل. طبعا معروف بطارية الموتوسيكل بتكون مثلا 12 فولت، الشحن بتاعها يعتبر مفروض 14 أو 13 ونص فولت بحيث تبقى فولت شارج. معانا طبعا لمبة زي ما حضراتكم شايفينها، دي تعتبر لمبة ليد 9 وات. زي ما حضراتكم شايفين اللمبة من الداخل بتعمل بنظام الليد درايفر، ده الدائرة الخاصة بيها بعد ما خرجناها. الدائرة اللي هي بيدخل لها تيار 220 فولت تيار من المنزل، 220 فولت تيار متردد، بيتخرج حوالي مثلا 190 فولت تيار مستمر في حالة عدم اتصال أي ليدات بها. في حالة اتصال ليد واحد مثلا لو ليد 5 فولت هيكون الفولت الخاص بها 5 فولت وبيثبت على كده، لأن ده سبب المتحكمة الأي سي ده هو بيعمل على تحكم في جهد بيتغير على حسب الجهد اللي هو يعتبر مسحوب. أما بالنسبة لشدة التيار بيكون تيار ثابت، وده احنا استخدمنا طبعا البوردة اللي هي في عدة فيديوهات سابقة. أدي البوردة، هنستخدم لمبة ليد أي لون او اي لمبه، وبرضه ممكن نستخدم زينر دايود مثلا يكون قيمته 13.5 فولت حتى 14.5 فولت بحيث يثبت معانا الفولت بحيث يكون صالح لشحن البطاريه الموتوسيكل. ولكن الزينر ده مش متوفر معايا حاليا، هنستخدم لمبه ليد زي ما حضراتكم شايفينها. ده طرفين الدخول، طرف اللاين وطرف النيوترال، طرفين الخروج. طبعا اللون الاحمر هيكون الطرف الموجب واللون الابيض هيكون الطرف السالب. هنجيب جهاز الافوميتر الخاص بينا، هنظبط على 200 فولت دي سي، هنوصل طرفين الافوميتر بكابل، هنخلي الابيض اللي هو الطرف السالب بحيث البوردة مشترك معانا اللون الابيض طرف السالب. دلوقتي عايزين نشوف خارج الدايرة كم فولت، هنوصل اطراف الدايرة بكابل 220 فولت. طبعا المفروض المكان البورده دي تكون معزوله بحيث دي يعتبر هتشتغل على 220 فولت. هنشغل بحيث نشوف الفولت. زي ما حضراتكم شايفين يعتبر الفولت حاليا 177 فولت تيار مستمر. هنفصل الباور. دلوقتي احنا هنوصل اللمبه الليد هي، طبعا هتختار لمبه ليد يكون الفولت بتاعها مناسب لشحن البطاريه اللي احنا قلنا عليه من 13.5 حتى 14.5 فولت. هنوصل اطراف الافوميتر بحيث نشوف الفولت حاليا هيثبت معانا على كام. نشغل. زي ما حضراتكم شايفين الفولت 12 فولت و400 ملي فولت، يعني يعتبر 12 فولت و4 من 10. طبعا زي ما احنا شفنا مع بعض ان الفولت كان 12 فولت و4 من 10. ممكن تجيب لمبه ليد اخرى هتوصلها عن طريق التوالي مع اللمبه دي، هتلاقي الفولت رفع معاك. ممكن برضو تختار اربع لمبات اللي بتشتغل ب 3.5 فولت هيوصل معاك اللي هو يعتبر اللون الابيض، هيوصل معاك الفولت حتى مثلا 14 فولت. انا حبيت اوضح لحضراتكم الفكره دلوقتي، وانت برضو والفكره امنه تقدر تنفذها، ولكن برضو يعتبر يجب عليك الحذر. انا وصلت لمبه ثانيه، هنشوف الفولت هيوصل كام. وصل معانا 15 فولت او يعتبر 16 فولت. هنفصل المره تانية، هنلغي اللمبه اللي احنا وصلناها وهنوصل مباشره بحيث يعتبر 12 فولت ونص، يعتبر فولت كويس برضو للشحن لان نعتبر بطاريه فارغه مثلا بحيث يوصل معاك البطاريه بنسبه شحن 60%. هنشغل 12 فولت و4 من 10. هنجيب البطاريه، هنجيب كابل تاني، هنوصل الطرف السالب والطرف الموجب. الفولت الخاص بالبطارية 11 فولت و8 من 10.
هنوصل طرف يعتبر 11 فولت وتمانية من عشرة. واضح ان الفولت عايز يرفع بحيث يبقى 81%. بعد بداية الشحن يعتبر ربع ساعة وصل معنا الفولت الى 11 فولت 94%. واضح ان الفولت بيرتفع. دلوقتي عايزين نشوف الامبير المسحوب اثناء الشحن. هنوصل يعتبر الامبير المسحوب حاليا 100 ملي امبير. طبعا ده بسبب ان البوردة اللي احنا استخدمناها حاليا يعتبر بوردة خاصة بلمبة 9 وات. ممكن برضو هنفصل زي ما حضراتكم شايفين دي البوردة الخاصة بلمبة 9 وات. ممكن برضو بنفس الطريقة نستخدم بوردة خاصة بلمبة تعتبر كبيرة شوية تعتبر 45 وات، هيدي معانا امبير اعلى اثناء الشحن. برضو نفس الطريقة لازم نثبت الفولت الخاص بالشحن باستخدام زينر دايود او باستخدام لمبة. فهوري لحضراتكم الطريقة مباشرة. ده يعتبر الطرف السالب وده الطرف الموجب. هنوصل الطرف الموجب بالبوردة مباشرة. اكرر لحضراتكم ان التجربة هي خاصة لشحن البطاريات الحمضية فقط، وبرضو يجب ملاحظة البطارية عند اكتمال الشحن بحيث تفصل البطارية، لأنه ممكن يفضل الشحن على طول مما يؤدي إلى تبخر المواد الحمضية الخاصة بالبطارية. دلوقتي احنا عايزين نشوف الأمبير الخاص بلمبة 45 وات، هل هيكون نفس الأمبير الخاص باللمبة الأخرى ولا هيكون في زيادة؟ ممكن ده طبعا واضح زي ما حضراتكم شايفين 41%، يعني يعتبر 410 ملي أمبير، يعني يعتبر تقريبا نص أمبير. يبقى كده احنا قدرنا نحصل على شاحن لبطارية الموتوسيكل باستخدام لمبة ليد بقوة نص أمبير تقريبا. زي ما حضراتكم شايفين 410 بيرجع إلى 400 ملي أمبير. برضه نأكد لحضراتكم المفروض نثبت الفولت باستخدام لمبة ليد زي ما عملنا مع حضراتكم، أو باستخدام زينر دايود بحيث نضمن ثبات الليد إلى فولت مناسب. هفصل التصوير وارجع لحضرتك. هنشوف دلوقتي الامبير وصل معانا كام. يعتبر الامبير قل شويه من 410 الى 400، ده من خلال 5 دقائق فقط لا غير. وكده نكون انتهينا حلقه النهارده على ازاي نحصل شاحن لبطاريه الموتوسيكل باستخدام بورده لمبه الليد، وزي ما قلنا لحضراتكم ايه الشروط الواجب توفرها في البورده وايه الشروط الواجب توفرها بحيث تخلي الفولت مناسب. شكرا متابعين قناة رمضان، أتمنى تكونوا استفدتم معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.